بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده هو الصوم. الصوم ما هو؟ هو من العبادات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في الإسلام، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا في الواقع مختصر عن الصوم. لذلك حينما استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشهر، طبعا هذا الصوم الواجب منه في شهر رمضان، الواجب يجب على من تتوفر فيه الشروط أن يصوم هذا الشهر المبارك. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موضحا عظمة هذا الشهر المبارك: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، من أعظم الشهور وأساس الشهور وأس السنة هو شهر رمضان المبارك، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليال، وساعاته أفضل الساعات، يعني من الساعات إلى الأيام إلى الأسابيع إلى عظمة هذه السنة بعظمة هذا الشهر الشريف. وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الله سبحانه وتعالى برحمته بعظمته هو المضيف، ونحن ضيوف عنده. شهر فيه دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرمنا بهذا الشهر الشريف. أنفاسكم فيه تسبيح، هذا النفس اللي يصعد وينزل كأنه الإنسان بيده مسبحة ويسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يهلل ويكبر ويذكر الله. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم حتى النوم، باعتبار أنك أيها الصائم أنك في عبادة في أثناء نومك، نومكم ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه. هذا الشهر لا يفوتكم، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. هذا الشهر موسم التوبة، موسم الاستغفار، موسم الإنابة، موسم الذكر، موسم العبادة، موسم قراءة القرآن، مثل موسم لما يكون عندنا موسم تجاري. شلون الإنسان الجيد والعاقل هو الذي يربح أكثر، كذلك الإنسان في هذا الشهر المبارك يجب عليه أن يستثمر هذه الفرصة ويربح من القرب الإلهي سبحانه وتعالى. ولنا حديث معكم في الدرس القادم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد.